أخواتي سلام الله عليكم، كما عودتكم دائما معي الجديد بأبسط طرق وبمقادير جد اقتصادية. اليوم إن شاء الله حبيت نشارك معكم طريقتي الخاصة في تحضير غريبة الكوك والسميدة المعروفة. لهذا الغريبة غادي نحتاجو ربع ديال الكوك يكون ميدم نوعية ممتازة، ربع ديال السميدة رقيقة، 200 غرام سنيدة، من 3 حتى 4 البيضات، بشر الحامض، رشيشة الملح، خمارة حمراء، وكاس العنبة، زيت المائدة. نبدأ على بركة الله. هنا غادي ندير سنيدة، رشيشة الملح، وغادي نبدأ نكسر البيض ديالي. غادي نبدا نطرب سنيده هي والبيض حتى تذوب سنيده ويطلع ليا مزيان هذاك البيض ديالي. بالنسبه لعدد البيض قلت لكم 3 او 4، يعني على حسب نوعيه السميده. كاينه السميده اللي تتشرب نديرو 4، والا ما كانتش تتشرب يعني عاديه نديرو 3 البيضات. هذه هي المرحله الصعبه شويه. غادي نبقاو نطربوا هي بشويه بشويه حتى يطلع لينا. بالنسبه للاخوات اللي عندهم الطراب او الروبو يمكن لكم تستعنوا به.
دابا نضيف دوك قشور الحامض باش نطربهم مزيان وينكهوا ليا الغريبه ديالي. غادي نضيف داك الكاس ديال الزيت شويه بشويه. نضيف وانا كنطرب الخليط ديالي وهو غادي يتعقد وتيطلع. دابا غادي نبدا نضيف الكوك شويه بشويه حتى يتجانس ليا مع الخليط. هنا نسيت ما قلت لكم بلي راه ضفت 4 المعالق كبار ديال الكونفيتير جاري باش يعطينا ديك التعليكه للغريبه عاده باش بديت تنظيف هذا الكوك. نبدا نضيف السميده ديالي شويه بشويه. غادي نضيف الخمارة ديالي باش تعطي المفعول ديالها. ونضيف الكمية المتبقية من السميدة. ها هي دي العجينه ديالي اللي جمعتها. دابا غادي نخليها حتى تشرب ومن بعد غادي نبدا نكور فيها. ها هي دي العجينه ديالي ملي شربت. دابا غادي نزينها. عندي هنايا ما زهر والسكر كلاصي سبيسيال. الناس اللي ما عندهم سكر كلاصي سبيسيال يمكن تستعملي غير سكر كلاصي عادي وتضيفي عليه جوج معالق كبار ديال الميزينا. هنا نبداو بالطريقه المعتاده
يعني تهني يديك بمظهر ونكوره وتحطيه في سكر كلاصي. نعود واحدة أخرى. هكذا غادي نبقى حتى نكمل الكمية ديال العجين اللي عندي. هما دول الكويرات ديالي، غادي نمرغدهم مزيان في سكر كلاصي وغادي نوضعهم في طاوة اللي ديجا انا غلفتها بورق الطهي. هكذا غادي نبقى انا حتى نكمل الكمية اللي عندي ونرجعو نشوفو كيفاش غادي نطيبوها. ها هي دي الغريبه ديالي ملي كملتها. غادي ندخل دابا الطاوله للفران يكون سخون مزيان على نار مهيله. غادي نسبقها لتحت هو الاول حتى تشقق الغريبه، من بعد غادي نطلعها الفوق باش تحمر لينا شويه من التحت. ها هي دي الغريبه ديالي بعد ما خرجتها من الفران، هي باقا سخونه. غادي نخليها حتى تبرد عاد نقدمها. ها هو ده الشكل النهائي ديال غريبة الكوكو السميدة. كنتمنى تبعوا جميع المراحل مرحلة مرحلة، وان شاء الله تجربوها وتنجح معاكم وتنال الاعجاب ديالكم. الى عجبوكم فيديوهاتي ما تنسوش تدعموني بلي لايك. الناس الجداد يتابعونا عندي، واي تساؤل خليه لي في لي كومونتير غادي نجاوبكم ان شاء الله. بالصحه والراحه ومرحبا بكم.